عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بيكم في قناتكم زكية شانيل. ان شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة. اليوم ان شاء الله باش نعمل مع بعضنا رز بالمرقاز، وباش نعمل بروكلو مجي. شوفوا الطريقة في الفيديو. لهني الرز نتاعنا ما شاء الله جي مفرك والكعبة وحدها وجي بنين برشا، ان شاء الله تجربوه وتعجبكم الطريقة. باش نمشي المكونات نتاع الرز نتاعنا. عندي 3 كيسان رز، 4 كعبات طماطم قصيتهم مكعبات، عندي صوابع مرقاز مقصوصين، عندي بصلة متوسطة مقصوصة جويد، عندي 4 ولا 5 سنات ثوم مفرومين، مغرفة صغيرة فلفل أحمر مرحي، حوار مخلط، مغرفة صغيرة، شوية زعتر وكيلو زعتر مرحي، فلفل أكحل، شوية ملح حسب الذوق، مغرفة طماطم معجونة، وعندي زيت وفلفل أخضر وأحمر مقصوص، وعندي شوية سامحوني شوية سنارية طيبة شطر تياب، وكان عندكم جلبانة زادة اصمتوا سفنارية وجلبانة مع بعضهم وخلوهم شطر تياب، والماء اللي مرقتوا فيه طيبتوا فيه سامحوني السفنارية والجلبانة هذاك هو اللي تمرقوا بهم بعد الصوص. وعندي شوية معدنوس وشوية مايس زيت الملح من بعد باش نزين به. لهنا غسلت الرز متاعي وحطيت الكسرونة متاعي على النار، صبيت فيها الماء وحطيت فيها سنة ثوم وورقة رند، وباش نطيب الرز متاعي اشترط ياب. لهنا هاني حطيت المقلة متاعي على النار، على نار متوسطة، حطيت صبيت فيها حكاية لوش ولا لوش وشوية زيت، وباش نبدأ نحط في المكونات متاعي. باش نحط البصل والثوم، ومن بعد نحط الفلفل ونحط عليهم رشة ملح باش يذبلوا فيسه وكلمين متاع البصل يخرج، وباش نحط الفلفل الأكحل والحوار والكليل والزعتر، وباش نحط الطماطم متاعي وباش نخليهم يذبلوا، نحط السفنارية والطماطم معجونة ونحط المكونات اللي ذكرتها لكم كلها، وفي الاخر شوي كركم وشوي زعفران. الزعفران راهو يعطي منظر مزيان للرز. وفي الاخر حطيت المرقاز وغطيته وخليت الصوص يطي في عقله. توا كيف حضر الرز هاني صبيت الرز شربك الصوص الكل وجدت كل كعبة وحدها. كما قاعدين تشوفوا الرز متاعي حضر سيء. توا هاني باش نرش عليه شوية معدنوس، وباش نحط الزيتون المالح متاعي اللي حيت النوا متاعي وقصيته، وباش نحطه تو، ومن بعد باش نزين بالمايس. وطيبت كعبة بطاطا صمتها في الماء والملح، ومن بعد قليتها وخليت صوابع مرقاز قليتهم، ومن بعد باش نزين بيهم. وتو تشوفوا في الاخر كيفاش زينت الرز متاعي، والله يجي بنين بالقدي بالقدي. ها الرز متاعنا حضر سيء، وهاني حطيته في الصحن. وبعد توا باش نمشي نعمل البروكلو. ها البروكلو متاعنا، توا باش نوريكم طريقة تحضير البروكلو. بالنسبة للبروكلو هنا اليوم عملته مقلي، هو لما حال لازم نبعد شوية على المقلي، اما مش كما كثروش منها ساعة ساعة مش مشكلة معنا. حطيت هني الكسرونة فيها الماء، حطيت على الغاز، وباش نحط فيها شوية ملح، وحطيت ورقة رند زادة، وباش غسلت البروكلو متاعي مليح مليح، وهاني باش نخليه يتصمت لين يطيب. وفيما طاب البروكلو متاعي باش نمشي نحضر الخليط متاع البروكلو. حطيت 100 غرام فارينة مغربلين، وباش نحط معاهم شوية ملح، وما ننسوش اني حطيت الملح مع البروكلو اللي قاعد يطيب، معناه ما نكثروش. وش نحط شوية كركم، كما تحبوش تحطوا كركم ما تحطوش. وحطيت شوية فلفل اكحل، وباش نحط البيضة متاعي ونخلط كل مع بعض، ومن بعد نبدأ نزيد في الحليب شوية بشوية ونخلط في الاخر بالكل، باش نزيد مغرفة جبن رابي. كان ما عندكمش جبن رابي نجموا تحطوا
جبن مثلثات، تحطوا طابعة ولا زوز وتخلطوه مليح بالرسمي، راهو يجي بنين بالقدا. وهنا تابعوا الفيديو تشوفوا كيفاه في الاخر هاني. ومن بعد وتوا حطيت البراسك هو البروكلو هاو طاب، وهاني حطيت القلايه نتاعي على النار باش نسخن الزيت وديريكت نقلي كعبات البروكلو. لهنا نحب نقول ملاحظة، بعد النظافة وخاصة بعد التطيب وكالبخار والزيوت وكله، راهي كلها يمتصها الوجه والشعر. ماذا بينا كي نطيب ونغطو شعرنا، ومن بعد ما نكملو التطيب والحوسه الكل، مستحسن ندوشو ولا نغسل وجوهنا باش نحيو الزيوت الكل. ماذا بينا نغسل بصابونه معناها تواتي تمشي مع البشره متاعنا، والا غسول، ومن بعد نرشو وجوهنا بالماء ورد. راهو الماء ورد معناها باهي برشا للبشره، في برشا منافع. اخيرا هنا حبيت ان نشكر اللي التحقوا بقناتنا مؤخرا، ان شاء الله تكبر القناه بكم، ومرحبا بكم الناس الكل، وان شاء الله تخلوا اثركم في تعليق، هاي نفرح برشا بالتعليق السلبيه والايجابيه نرمال، ونحاولوا كل مره نصلحوا من رواحنا بشويه بشويه. لهني نوصل بكم لاخر الفيديو، هاني كملت غسلت معوني وعملت كوجينتي الكل ونظفتها وتغدينا الحمد لله، اللهم أدمها نعمة واحفظها من زمان. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. سلام الناس.